حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت ان فريضه الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال نعم وذلك في حجه الوداع